هنبدأ مرحلة جديدة من الأسئلة. سؤال لفريق دكتور فاروق الباز: التوسع في إقامة مصانع المسبوكات المعدنية التي تعمل بالغاز الطبيعي في مناطق صحراوية، يعمل ذلك على علاج مشكلة استنزاف الوقود الحفري، استنزاف المعادن، الزحف العمراني، القطع الجائر للأشجار. الإجابة جيم، زحف العمراني، والإجابة صحيحة. كده الإجابة صحيحة، وهي إجابة زي ما حضرتك قلتي، جيم، الزحف العمراني. أدرية برضو، هي أدرية ولا غدوة اللي جاوبت على ال... أدرية أدرية ولا قدرية؟ قدرية بس. قدرية بس. وأصحابك أكيد ما بينادوش بأدرية ولا قدرية، بينادوا إيه؟ أدرية عادي. أدرية صح؟ هو أدرية هو الأقرب يعني. بس الإجابة جيم، وإحنا عندنا كده 4-2 كده. السؤال الجاي ده صعب مفصلي، يا اما هم يعدوا يا اما انتوا تروحوا تجيبوهم. ها بعد كده انا عارف ان انتوا ايه الـ الاصرار اللي في عينيكم ده، بيقول لي انتوا ما تحبوش تبقوا متاخرين صح؟ يعني طيب السؤال ايه؟ فريق علمنا الدكتور هشام سلام، وفي شكل اشوف. بص ملك اتعملت كده اول لما سمعت ان فيها شكل، قالت بس الشكل بتاع المره اللي فاتت كان مظبوط. ها الشكل المقابل يمثل مجسم لطيه محدبه، كم تبلغ النسبه بين عدد المحاور الى عدد الاجنحه؟ 1 إلى 3، 2 إلى 3، 3 إلى 2، 6 إلى 1. ومن حق حضراتكم تشوفوا الشكل عشان تقدروا تجاوبوا. طبعا زمايلنا في الكنترول جاوبوا على طول لوحدهم اكيد يعني. جيم. جيم. الإجابة جيم. ثقة يعني ويقين؟ أيوة جيم. يعني انت من غير ما تشوفوا الشكل عرفتوها على طول؟ صح. ظاهر قدامك شكل. عشان هنا في الوان فظاهر على الشاشه. الاجابه صحيحه 4-3.